وللحديث عن الفساد المستمر في العراق في ظل النظام السياسي الحالي والأحزاب الحاكمة، معنا عبر سكايب من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل الحساني. مرحبا بك معنا سيد كامل، هل تسمعني؟ أهلا بكم. أنا لا أسمع صوت السيد كامل، على أي حال ربما يتأخر الصوت. مركز تشاتام هاوس البريطاني يقول إن الفساد في العراق مقبول سياسيا، كيف يمكن لأحزاب دينية بمرجعية دينية وأيديولوجية دينية أن تقبل على نفسها هذا الحجم من الفساد؟ يعني المعروف كل الأحزاب يعني ولدت من رحم المراجع الدينية، والمراجع متورطة الآن موضوع الفساد وهذه الأحزاب بما فيها الآن حتى رجالات الأعمال الآن يلجؤون إلى المرجعيات، يعني مثل ما نسمع العتبات المقدسة وحتى بالوقف السني الآن تلجأ كل المستثمرين الصغار والكبار إلى المرجعيات حتى يعملون بظلها وبحصانتها. فالمراجع الدينية هي الأخرى مسؤولة عن هذا الكم من الفساد وانتشاره، ولا نتوقع أن تنتهي هذه الظاهرة إلا أن تخرج المرجعيات الدينية بشجاعة وتعلم بالأسماء والأرقام والحوادث عن مواضيع الفساد والمتهمين بالفساد من داخلها ومن خارجها. نعم، لكن كيف ساهمت الترتيبات الطائفية والحزبية وتقاسم السلطة في وصول البلاد إلى هذا المستوى من الفساد، والذي أصبح يعني مثار انتباه لكل المؤسسات التي تعمل في هذا المجال؟ نعم، قضية المحاصصة والطائفية هي واحدة من محركات الفساد. يعني إذا يتذكر الرأي العام في 2004 الرئيس برهم صالح كان نائب للرئيس وعدل قانون مشرع ونشر بالوقع العراقية حتى يعفي وزيرة البلديات السابقة سيدة برواري من المتابعة يوم كان يتحصنون بموافقة المرجع الأعلى، وهذه قضية مشهورة لأنها كانت تنتمي إلى الحصة الكردية وتم إعفائها وخلقت آفاق رحم الفساد والإفساد مثل ما هو حاصل الآن. نعم، طيب ما مصير الدولة في هذه الحالة؟ الفساد يتواصل، هناك حكومات تأتي وحكومات تذهب وكلها تعد بمحاربة الفساد والفاسدين، لكن على ما يبدو بأن الأمور انفلتت من عقالها وبأن أي حكومة لا تستطيع السيطرة على الأوضاع. نعم، وتكرس الفساد، وحتى الكاظمي الذي أعلن في برنامجه بأنه جاء لمكافحة الفساد شفنا والآن موجود على ساعدي على رأس هيئة النزاهة، رغم يعتبر هذا الرجل هو صنم الفساد الذي غطى على فساد المالكي وما قبل المالكي وأمثاله وحتى على الكاظمي وما كان قريب من دائرة المخابرات، وما زال موجود على ساعدي يدير هيئة النزاهة. فكيف يمكن أن يقنع الرأي العام أو حتى مؤسسات الدولة بأن هنالك جدية بمكافحة الفساد؟ هل الأمر متعلق بعدم وجود جدية لمكافحة الفساد كما تفضلت، أم أنها تتعلق بعدم المقدرة على مكافحة الفساد وبأن الأمر أكبر من رئيس حكومة ومن حكومة هي أساسا حكومة يعني حكومة طائفية؟ لا، هو الآن يعني الوضع الحكومي والوظيفي مرتبط بالفساد، كل ما أنت جاهز أو متورط بالفساد أو قادر أن تعمل بالفساد فأنت لك حصة بالوظيفة العمومية والمال العام، هذا هو السياق الوظيفي والحكومي. وحتى موضوع النفوذ، يعني النفوذ الآن حتى تتحصن من متابعة قضايا الفساد سواء عبر المؤسسات الرقابية أو قضايا، فعليك أن تتمسك بنفوذك الوظيفي من خلال استمرارك بالفساد وبالإفساد.
ماذا عن القضاء في العراق الذي يقول بأنه مؤسسة مستقلة؟ لماذا لا يحارب الفساد وتكون لديه يعني مشاركة في محاربة الفساد؟ يعني هو القضاء معروف انه هو باب الفساد، يعني من ايام محمود الولي هو الذي نكل بتنفيذ مسؤوليات الدستورية في موضوع متابعة الفساد، وابلغ سلطات الاحتلال بانه التشريعات لا تسمح له بمتابعة الفاسدين الكبار، هذه معروفة. الان يعني موضوع الفساد القضائي واضح، يعني قاضي القضاة رحيم العقيلي يحكم بالحبس الشديد لأنه اشترك بالشكوى ضد الفاسدين هذا اليوم، وأبو مازن يعاد السباق الانتخابي رغم ارتكب جريمة مخلة بالشرف تتعلق بالمال العام والوظيفة العمومية. نعم. هذا طيب، يعني عندما يقول مستشار لرئيس الحكومة إن مشكلة الفساد في العراق وصلت إلى ذروتها اليوم، يعني أنا لا أعرف لماذا يكتفي المستشارون الحكوميون بتوصيف وتشخيص الأمور بدلا من العمل على حلها وعلى محاربة الفساد محاربة عملية. إذا كان هم من يشخصون أوضاع الفساد، فمن الذي سيحاربها؟ يعني كل اللي نسمعه هي بكائيات من الفساد. يعني هو يسأل هذا المستشار الحكومي كيف تم تعيينه، هل بضوابط وشروط معلنة بشفافية مثل ما كانت تعمل بها الدولة العراقية قبل التغيير؟ لا، اجى بتوجيه ومنسوبيات وعلاقات واصبح مستشار، هذا هو الوضع. اما استمرارهم بهذه البكائية عن الفاسدين والفساد بالعموميات، هذا هو الفساد. كل من يتحدث عن الفساد اساله لماذا لم تذهب الى القضاء لتشتكي مثل ما طلب الدستور والقانون؟ يرفض. هذه هي كلها عموميات وسننتهي الى عموميات ومقبلين على خراب وفساد اكبر من هذا. الأستاذ كامل الحساني رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات من واشنطن، شكرا جزيلا لك.